محلل أستاذ جامعي له مئات 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 ما شاء الله نشاطات، ربنا يديله الصحة. مش عارفة يعني ما شاء الله كان بيلاقي الوقت إزاي، احتل مناصب عظيمة منها أنه كان قنصلنا في لندن وفي سفارات أخرى، كان دائما موجودا ومشرفا وممثلا لمصر، كان مرشح لدور مهم لرئاسة الجامعة العربية، وهو حاليا المدير للمكتبة العظيمة التي تحمل فكر العالم كله مش بس الفكر المصري، مكتبة الإسكندرية. هذا المثقف والمحلل أتمنى أني أعمل برنامج بس أحاوره، يعني دي هتبقى أمنية عمري لو تحققت. لما قلت صاحب محطة المحور المفكر الآخر والأديب اللي أنا بحترمه حسن راتب، قلت له عارف ضيفي مين هيبقى؟ قال لي مين؟ قلت له دكتور مصطفى الفقي. فعرض علي سؤال وأنا حنقل السؤال بعد ما رحب بضيفي. دكتور مصطفى منورني، مساء الورد. على التليفون معايا دكتور مصطفى الفقي، مازال المعد الأستاذ مصطفى ياسين بحاول يوصل للدكتور مصطفى الفقي. وصلته ولا لسه؟ لغاية ما توصله خليني أقول السؤال. السؤال في منتهى الخطورة. الأديب حسن راتب قال لك طب أنا أسأل إيه مفكر زي دكتور مصطفى الفقي؟ أسأله إيه؟ أسأله إيه وضع الثقافة في مصر بعد الثورتين الجداد اللي هي 25 يناير ويوليا. تمام، سؤال مرعب. هناك حالة غريبة غير مفهومة في الوسط الثقافي، في الوسط الإعلامي وفي الوسط الفني. احنا مش هنكون زي الناس اللي هي بتخبي راسها وانه خلاص انا مش نعامة محدش شايفني. في مشكلة كبيرة، في تغيير جذري حصل للمجتمع. هل هو التغيير للأحسن أو هو تراجع عن الخطوط الثقافية والتوعوية؟ إحنا عندنا مشاكل كتيرة. العهد عرف إنه يرجع مصر ويحطها في المقدمة سياسيا، وبيشتغل على الاقتصاديا، على المصادر المعدنية والغاز والنفط، وأيضا في الحوار الدبلوماسي احنا واخدين شوط مهم جدا. لو قدرنا انه نتواصل مع دكتور مصطفى هسأله ايضا احنا في الحالة الدبلوماسية، اللي هو كان متخصص، كان واحد من الكبار جدا اللي بيعرفوا كيف يدير حوار على مستوى دول. هل مشروع سد النهضة الحوارات اللي حصلة والنتائج نهائية ولا لسه في كلام كتير؟ المهم في التفاصيل، الشيطان يبقى موجود في التفاصيل كما يقال في بعض الأمثلة الإنجليزية. الحقيقة الثقافة همي أنا الشخصي، ولأنه ما عنديش في برنامجي اللي هو برنامج اجتماعي مهم للأسرة ما عنديش حيز أتكلم عن الثقافة إلا في الحتة دي، فأنا معايا المفكر والأستاذ الكبير دكتور مصطفى الفقي. حبيبي اهلا وسهلا. انا قدمتك مقدمه جميله جدا لكن ما كانش الحقيقه، ان شاء الله على اليوتيوب ابعتها لك لانه حضرتك انسان مشرف. دكتور حسن راتب وهو ايضا صاحب وجهه نظر واديب وفيلسوف في منطقته قال لي مادلين اسالي دكتور مصطفى بعد ما تسلمي لي عليه، احنا ما بعد الثورتين الحديثتين اين الثقافه موقعها؟ سؤال صعب وكبير جدا شمولي. لا شوفي، الدنيا تغيرت بعد ثورة 25 يناير. اتجهنا إلى عملية الإصلاح، إصلاح نظام كان قد هرم وشاخ، وخرجت الجماهير طلبت بالتحول إلى نظام عصري مختلف. نعم. حصل بعد كده أن قفزت جماعة معينة إلى السلطة، وصلنا لغاية 30 يونيو 3 يوليو. 3 يوليو بقى هي التغيير الحقيقي الذي يجعل الثقافة جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان. الثقافة المصرية الحقيقية، الثقافة اللي هي امتداد للعصر الليبرالي، عصر طه حسين وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى وغيرهم، كل المستنيرين فإحنا في حالة دلوقتي مخاض تحول. لذلك ناس كثيرة جدا بينتقدوا أحيانا الأوضاع، مش عارفين إن إحنا
في مرحلة انتقال، ومن الصعب ان احنا نحكم على الاشياء في هذه المرحلة. وربما كل شيء كل شيء للافضل. وربما فخامة الرئيس يعني لما يصر في معظم خطاباته بان يستخدم كلمة اصبروا، لانه فعلا احنا في مرحلة انتقال فلنصبر، واحنا ابتدينا نشوف الحقيقة النتائج سياسيا شايفينها، احنا باك تو ذا فرونت على الخريطة العالمية، دبلوماسيا شايفينها، اقتصاديا شايفينها وحاسينها. لكن انا ادعي باعتباري اكتر من 35 سنة عايشة الحالة الثقافية، ادعي انه في لا لا ولا يهمني الموضوع اطلاقا، صدقني الضوضاء الثقافية يعني لسه ما خدتش مكانها ولا الاعلام ولا الفن. وهنا السؤال الأكبر، ما هي نشاطات مكتبة الإسكندرية وإيه البروجرام اللي هو اللي قدام لإحياء هذه المكتبة العالمية؟ شوفي، مكتبة الإسكندرية كما تعلمين هي مؤسسة عالمية على أرض مصرية، أنشئت منذ 2000 سنة، المكتبة الأولى في عهد بطلميوس الأول وبطلميوس الثاني قبل حرقها، ثم جرى حرقها. ناس تقول العرب ظلما، وناس تقول الطليان، وناس يقولوا حريق عادي. المهم اذا انا عايز اكد لك ان مكتبه الاسكندريه ما هيش مجرد خزانه كتب، لا طبعا الناس فاهمه مكتبه يعني كتب، لا ده انا عندي احدث اوركسترا في مصر، باحدث قائد اوركسترا في مصر، باكبر واحد عندي، القبه السماويه طبعاً. عندي متحف الاثار طبعا، عندي متحف المخطوطات، عندي مسارح، وعندي سينما، وعندي مركز ترميم، وعندي كل ما يمكن ان تتخيليه، وعندي بيت السناري الله في شعب في القاهره الله الله، وعندي قصر خديجه في حلوان مشاع، وعندي الكالت نت اللي هي مركز توثيق التراث القريه الذكيه. ازاي نعمل نشاط ان نخلي الوفود الاوروبيه والاجنبيه تيجينا تزور المكتبه؟ هل ممكن مثلا نروح عاملين عنوان كنوز الاسكندر اللي هي كل واحد يفتي بانه قد تكون في الاسكندريه، نعمل حاجه كده تايتل للسياحه الفكريه، كما هو هناك سياحه عاديه، في سياحه دينيه، في سياحه فكريه. انا عايز اطمنك، احنا عندنا الضغط على المكتبة والحضور يوميا، يعني امبارح كان نائب رئيس وزراء وزير خارجية اليونان، اول امبارح رئيس برلمان الدنمارك، كل يوم وزراء ومسؤولين وشباب افارقه وشباب عرب. انت عارف انا عندي كم مليون زائر في السنة؟ مليون زائر في السنة ما شاء الله. عندي كم ضربة؟ عارف عم كم ضربة على النت على المواقع بتاعتي؟ مليار. انا عايز اطمنك تماما، تمام، شعبية المكتبة كبيرة، وعندنا حاجة اسمها كاتش راما، آخر حاجة عملناها عشان قصر البارون اهدناها للسيد وزير. I didn't get it. إيه الكاتش راما؟ إيه ما فهمتهاش؟ إيه راما؟ الكاتش راما دي نوع من السينما ثلاثية الأبعاد. أيوه فظيعة، تشوف فيها أبعاد بعيدة، تاريخ مصر الإسلامي، تاريخ مصر القبطي، الله الله الله، الفرعوني. يا سلام يا سلام يا سلام. بنصدر كتب، يعني السنة اللي فاتت أصدرنا موسوعة الأزهر، السنة دي أصدرنا كتاب تاريخ البطاركة على الكرسي الرسولي في مصر. الله الله الله، وراجعه البابا. يا سلام. أنا عايز أقول لك إن إحنا بنحتفي بالجميع بلا استثناء وبغير تفرقة. يا رب كده زي ما هو في نهضة في مكتبة الإسكندرية، كمفكر وكأديب فعال في مجتمعنا المصري، أن نتعاون جميعا إن شاء الله إلى نهضة أيضا ثقافية في الأيام المقبلة. وأنا من الحضور المباشرين والمواظبين على صالون أخي وصديقي الدكتور حسن رادي. لا توفرني إن احتجت أي حضور، أي مناقشة، أنا في عسكري صغير كده يا فندم في الجيش بتاعكم. أنا عايز أقول لك بقى، في بيننا وبين الدكتور حسن شيء مشترك، وهو جايزة الأبنودي. أيوه هو بيتكرم بدفعها وإحنا بننظمها سنوياً. صح نروح مع بعض بيت السناري، وكان امبارح في احتفال انا ما قدرتش اروح عشان كنت مرهق جدا وتعبان صحيا. سلامتك حبيبي. امبارح كان في الاسماعيليه تجديد ميدان الابنودي، يا عيني هيئه خانات، يعني وده كل ده من الجهود اللي بيعملها الراتب معانا. يا سلام. دكتور مصطفى الفقي، شرفتني كبرتني بوجودك، ولكن طمعانا ان شاء الله بلقاء اخر ان شاء الله في المحور، عشان نتكلم عن سد النهضه، عن امور اخرى مهمة جدا، ومثل ورد.